النفس إن لم تظفري لا تجزعي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال الله تبارك وتعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى، قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. نعم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به. سبب نزول الآية هو أنه كان بين منافق ويهودي خصومة، فقال اليهودي: نختصم إلى رسول الله صلى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يأخذ ما يدفع، لا يأخذ الرشوة، لا يأخذ الرشوة. اليهودي علم هذا، أن محمدا لا يقبل الرشوة، فلهذا طلب التحاكم عليه. وأما المنافق الذي يزعم أنه مؤمن وأنه من المسلمين، يقول: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف زعيم اليهود، لأنه يعلم أنه يأخذ الرشوة. فالله جل وعلا فضحه في هذه الآية: ألم ترى إلى الذين يزعمون، يعني ما هو حقيقة، وإنما هم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك من القرآن وما أنزل من قبلك من الكتب يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالتحاكم إلى الطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله هو من هذا القبيل، أن الله ينكره أشد الإنكار. نعم. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا به، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الطاغوت من الطغيان، مشتق من الطغيان، والمراد به كما قال ابن القيم: ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله فهو طاغوت. فالذي يتحاكم إلى غير الله يتحاكم إلى الطاغوت، يعني إلى الباطل وإلى غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا، أمرهم الله أن يكفروا بالطاغوت. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا الرجل الذي يدعي أنه مؤمن لا يكفر بالطاغوت ويريد أن يتحاكم إليه، نسأل الله العافية. يريدون أن يتحاكموا، يريدون في قلوبهم، فكيف إذا نفذوا؟ فالأمر أشد. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني إلى غير الله سبحانه وتعالى وإلى غير ما أنزل الله، وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت وفهموا ذلك،
لكن ليس عندهم إيمان حقيقي، وإنما هو مخادعة لله ولرسوله ليتظاهروا بمظهر المؤمن وهم غير مؤمنين، دون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فلا يجوز التحاكم إلى غير ما أنزل الله، ولا إلى غير من يحكم بالشريعة. من تحاكم إلى القوانين الوضعية، أو تحاكم إلى الرجال وترك القرآن، فهو هذا التحاكم إلى الطاغوت. نعم. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إيه نعم، هذا هو السبب، أن الشيطان لعنه الله يريد أن يضل هؤلاء المنافقين ضلالا بعيدا عن الإسلام، مع أنهم يدعون الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن ينكشف عوارهم عند أدنى حادثة من الحوادث. نعم. وقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، كما ذكر الله في أول سورة البقرة من صفات المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا. ثم ذكر ممارساتهم وتصرفاتهم، مع أنهم يدعي تصرفاتهم المخالفة والباطلة مع أنهم يدعون الإيمان. ومن ذلك إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يريدون المسلمين مع أنهم يدعون الإسلام، لكن أظهر الله ما في قلوبهم وفضحهم. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ قال الله جل وعلا: ألا إنهم هم السفهاء، حصر الله السفاهة فيهم لا في المسلمين، وإنما السفاهة في المنافقين مع أنهم يدعون الكمال والعقلية وما أشبه ذلك. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. نعم. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الله جل وعلا أصلح الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وبذلك بطل عبادة المشركين وعبادة الأصنام، وبطلت أمور الجاهلية كلها بظهور الإسلام ولله الحمد. فالله أصلح الأرض بذلك. صلاح الأرض هو بتحكيم الشريعة، هذا صلاح الأرض. صلاحها بالإيمان بالله عز وجل، هذا صلاح الأرض. وفساد الأرض تحكيم غير الشريعة، يعني تحكم القوانين الوضعية وأحكام الطاغوت وغير ذلك من المعاصي والمخالفات، كلها من الفساد في الأرض، كما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا فساد والعياذ بالله. لا يصلح الأرض إلا العمل بالكتاب والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحكيم الشريعة الإسلامية، هذا الذي يصلح الأرض ويعمر الأرض. نعم. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. نعم، يقول تعالى مستفهما استفهام إنكار: أفحكم الجاهلية، الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير الشريعة، أفحكم الجاهلية يبغون. والجاهلية ما كان قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أبطل الله حكم الجاهلية وأمر بتحكيم الشريعة الإسلامية، تحكيم الكتاب والسنة. هناك ناس لا يريدون هذا، يريدون أن يبقوا على حكم الجاهلية ويحبون حكم الجاهلية. وشوف كيف قال يريدون. ألم ترى إلى نعم ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك؟ لا، أفحكم الجاهلية يبغون. إيه نعم.
أفحكم الجاهلية يبغون. مجرد إرادة هذا، مجرد إرادة هذا ولو لم يمارسه فإنه يدخل في عموم هذه الآية، أنه يبتغي حكم الجاهلية. ومن ابتغى حكم الجاهلية وأبغض حكم الإسلام فإنه كافر. ومن ذلك الذين يدعون إلى تحكيم القوانين الوضعية وإدخالها في المحاكم ويستبدلون بذلك الشريعة الإسلامية، يدخلون في هذا الوعيد الشديد. فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم. نعم. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يكون هواه، يعني رغبته، نعم، تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. واذكر لنا من روى هذا الحديث. هذا قال النووي: هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم، صححه الإمام النووي وهو من كبار المحدثين، وذكر أنه موجود في كتاب الحجة على تارك المحجة. كتاب الحجة على تارك المحجة هو كتاب مشهور. نعم. قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم ترى إلى الذين يزعمون. هذا سبب نزول الآية الكريمة، أنه كان بين منافق يدعي الإيمان والإسلام وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى كعب ابن الأشرف أو إلى اليهود، نعم، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فأنزل الله هذه الآية: ألم ترى أي تعلم يا محمد، أي قد رأيت هذا لما أخبرك الله بذلك، إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا من باب الإنكار عليهم، وقد أمروا أن يكفروا به. ثم بين السبب، وهو أن الشيطان يريد أن يضلهم عن الحق ضلالا بعيدا، فاتفق رأيهم على أن يذهبوا إلى كاهن من الكهنة، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، وكان الكهنة يحكمون في 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 أهل الجاهلية، تخذهم أهل الجاهلية حكاما يحكمون بينهم، تتنزل عليهم الشياطين وهم يأخذون عن الشياطين، ويتخذهم أهل الجاهلية حكاما بينهم لزعمهم أنهم عندهم علم ويعرفون به الحق من الباطل، أو يتعمدون هذا الله أعلم. لكن لما كان هذا واقعا في هؤلاء، الله أنكر عليهم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. نعم. والآية اللي بعدها. نعم، هذه هي الآية. نعم. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. نعم، هذه القصة عجيبة وعظيمة، أن كان بين يهودي
وبين يهودي وبين منافق من المنافقين خصومة. فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق وقال المنافق: نتحاكم إلى عمر، نتحاكم إلى عمر بن الخطاب. ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له القصة، فقال للذي قال نتحاكم إلى عمر: أهكذا؟ يعني نترك حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ونذهب إلى عمر؟ قال نعم. فأخذ السيف وضرب عنقه وقتله، لأنه كافر. وهذا من عمر رضي الله عنه إنكار للمنكر. وعمر رضي الله عنه هو ثاني الخلفاء الراشدين، وهو الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، فقتله. فدل على أن من يريد أن يحكم القانون ويلغي الشريعة أنه كافر يستحق القتل. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح الفوزان، وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما شرحتم وأفضتم في هذه الدروس الطيبة المباركة من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.